الشهداء بلقياكم سيدتي سادتي انساتي اعزائي النظار الكرام في هذا النقل المباشر من مدينه ستاتس من اجل نقل اطوار مقابله في البطوله الوطنيه اللي كتجمع بين فريق شباب قريب وفريق ستاتس. شاهد الكره لعند عادي الجودي جول 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 هدف الاول لفريق شباب قريبكا بعد مرور حوالي 30 ثانيه او 37 ثانيه بالتمام والكمال. كيف تفتح تسجيل اللاعب ايوب مساط مع تلقي تمريره دقيقه من محمد عسكري. لكن على اتجاه ساكن شاك كومبيل زمان لشباب قريبكا ولكن اليقظه وتدخل بارع الحارس كرم لحال دون وصول الكره لدخول الشباك بعد تكسطات لحمزه. الله 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 كون بنجمين كون بنجمين مقابله جميله كتابعوا كتكون نتمنى تكونوا مستمتعين وفقتنا. اي اي لعبه اي اي خطيره اي اي خطيره 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 ولكن كتمر محاديه بسنتيمترات قليله على مرمى الحارس محمد كرام. حذاري من صعود الحارس لان فريق تخصص راح كيلعب بالزياده العدديه وبدي وجها لوجه وسط الكلمة الأخيرة السفيان اللي دخل الزمان والمكان المناسبين. الله المحاولة في الجملة فريق تخصصات ما استغلش. طارق عسكري وشقيق محمد عسكري لاعب سابق لفريق كرة تقريبا وصل على الصبي. جميلة جميلة صليلة خطيرة عادي. التعادل التعادل عن طريق اللاعب حمزه اللي جاء في الدقيقه 5 من بدايه الشوط الثاني بعد خطا فادع في دفاع فريق شباب قريبكا كيستغلوا اللاعب حمزه وكيوضع الكره في مرمى الحارس سفيان. ايوب كيراوغ كيسن من الجهه اليمنى وكيس خطيره. اي 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 جول 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 شباب قريبكا. اي 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 شباب قريبكا توقع الهدف الثاني بعد ما تلاعب لاعب زكريا بالدفاع ومر تمريره فوق طبق من ذهب لاعب عادي الجودي اللي ما وجدش عناء بوضع الكره داخل الشباك وكيغير النتيجه وكتصنع جوج جوج في الشوط جميل. كيعاود عن شعيب كيحط سفيان. محاوله خطيره الفريق بتحصلات ولكن اليقظه ديال الحارس الخريبكي سفيان. نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني في هذه الوديتين اللي غياخذهم امام طانغو الارجنتيني كما قلت لكم نهار 6/8. اذا حد موفق للاطار الوطني واللاعبين الذين سيمثلون المنتخب بدايه بالمايسترو سفيان المسراري وصولا لنا سعد كليه ويوسف الزراعي فاتي واشرف سعود اضافه الى رضا الخياري محمد جواد وبلال البقالي ونهايه انس عيان حمزه ويزان. واللائحه طويله واعتذر عن عدم ذكر بعض الاسماء لانني لا خطيره. اوي 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 محاوله خطيره لفتح السطات بعد قذفه حمزه كتلقى يمكنه على الحارس سفيان والحكم كيطلب اعاده تنفيذ الشرط لفريق. اذا ما علينا الا دعم هذا المنتخب الشاب بقياده مدرب محنك ورئيس لا يكيل ولا يمين من اجل توفير كل كبيره وصغيره لجميع فئات المنتخب. انه رئيس فاسي بوزيرقجع الرجل الذي رأس كره القدم المغربيه معه النور. اذا ما علينا الا مسانده هذا المنتخب الشاب بقياده اطار وقاري كف اسمه دكيك ورئيس محنك اسمه بوزيرقجع. اذا شعيب او بوبا بوبا كيترك شعيب بينما قذفة قوية اللاعب الدولي شعيب كوخ كتلتقط مرمان وفي القائم كينوب على الحارس سفيان وشرط لزياد زياد يدخل في الزمان والمكان المناسب. خطيرة اي 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 خطيرة ولكن اليقظة ديال الحارس سفيان ها صراحة حارس شباب قريب محمد كرم محمد كرم كيلعب على عند شعيب كوخ كينسير. جول 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 تعادل تعادل باي طريقه طريقه لاعب الكبار شعيب كوخ بعد قطعه قويه ما كتضربش حتى الحارس السبيان وكتسقط الزاويه 90 المرمى وتتفرز هدف تعادل الصافيين هدف قطعه قويه لايوب كربوط وتيمة انتقاليه الحارس السبيان اللي كيمس الكره وكتتجه صوب القائم. كيساعد شعيب شعيب
هنيئا محمد. لقاء هيتس كوفي. اذا شكرا لكم متتبعينا. اذا ما بقى لي سوى ان اودعكم في امان اللقاء بكم في فرصه قادمه بحول الله، وتقبلوا منا التحيه والسلام.